مرحبا، يعطيكم العافية. أهلا وسهلا فيكم بالمطبخ اللبناني. اليوم حنعمل نحن وياكم قشطة طريقتنا. أنا عندي هون 2 لتر حليب بقر صافي مفورتهم. أنا هلأ هحطهم أغليهم ليبلشوا بالغلي، هيك مثل ما شفتوا بضلني حارك فيهم. ما شاء الله حليب البقر غير الشكل. هلا بضلني بحرك فيهم، ما بشيل ايدي عنهم ليصيروا بمرحلة الغليان. هلا مثل ما شفتوا غلوا معي، بس يغلي الحليب انا مهيئة ربع كباية خل ابيض او خل احمر الموجود عندكم. انا حضيف اي مادة حامضية ضفوها بتنحط مشان تفصل القريشة عن المي. مثل ما شفتوا بلشت تفصلون. هلا حطفي عنهم، صارت المي صفرة، هي فصلتهم. هاي مثل ما شفتوا معي هاي القريشة صار جاهزة، صارت جاهزة صفيناها بنتركها لتبرد. هاي المي الصفرة في ناس بتستعملها لأشياء معينة بتستعمل، هلا بتركها لتبرد وبنرجع بنشوفكم كيف بتصير القشطة. هلا أنا عندي كباية حليب ناشف، نص كوب من النشا، نص كوب من النشا مع كبايتين من المي. انا هلا حدوبهم ليدوبوا قبل ما حطهم على النار. اكيد سكر ما نحط لهم لانه القشطه بنحط لها قطر او عسل، او اذا بدك تحشي حلوياتك العربيه بالقشطه اكيد بنضف لهم قطر او عسل. انتوا ما شفتوا دابوا معي. ضلني بحرك فيهم لا يغلوا لا يشتدوا معي لحط القريشة فوق منها. هلا مثل ما شفتوا جمد الحليب معنا، انا حضيف القشطة اللي استخرجتها من الحليب البقر طازة، حضيفهم فوق منهم. ضلني بحرك فيهم ليتاخدوا مع بعضهم. بهذا الشكل ضلني بعملهم هيك تصير عندي القشطة اللي مثل ما بعد. انا هلا هعملهم بالمضرب الكهربائي شوي القشطة تتماسك مع بعضها. صارت جاهزة بتركها لتبرد.
هيدي القشطة على طريقتي، فيكم تستعملوها لجميع الحلويات. تنطرها لتبرد، بنحط بالبراد. ألف صحة وهنا، ما تنسونا باللايك والشير والسبسكرايب.